السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. بدأت اليوم الجولة 35 من الدوري الإيطالي. هنتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم الثلاثاء 21/7/2020 في الجولة 35 من الدوري الإيطالي. اليوم كان في مباراتين، مباراة أتلانتا فازت على بولونيا 1-0 وميلان فازت على ساسولو 2-1. أما بالنسبة لترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد هذه المباريات، في صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي يوفنتوس في المركز الأول ب 80 نقطة، أتلانتا في المركز الثاني ب 74 نقطة، إنتر ميلان في المركز الثالث ب 72 نقطة، لاتسيو في المركز الرابع ب 69 نقطة، ميلان في المركز الخامس ب 59 نقطة، روما في المركز السادس ب 58 نقطة، نابولي في المركز السابع ب 56 نقطة، ساسولو في المركز الثامن ب 48 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز التاسع ب 45 نقطة، بولونيا في المركز العاشر ب 43 نقطة، كالياري في المركز الحادي عشر ب 42 نقطة، فيورنتينا في المركز الثاني عشر ب 42 نقطة، سامبدوريا في المركز الثالث عشر ب 41 نقطة، بارما في المركز الرابع عشر ب 40 نقطة، تورينو في المركز الخامس عشر ب 37 نقطة، اودينيزي في المركز السادس عشر ب 36 نقطة، جينوا في المركز السابع عشر ب 33 نقطة، ليتشي في المركز الثامن عشر ب 29 نقطة، بريشيا في المركز التاسع عشر ب 24 نقطة، واسبال في المركز العشرين والاخير ب 19 نقطة. اما عن ترتيب الهدافين، في صدارة الهدافين اللاعب شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو ب 30 هدف، ويتساوى معه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ب 30 هدف ايضا. في المركز الثاني روميليو لوكاكو لاعب انتر ميلان ب 21 هدف، وفي المركز الثالث فابيو كوالياريلا لاعب ساسولو ب 19 هدف. في المركز الرابع جواو بيدرو لاعب كلياري ب 18 هدف، ومورييل لاعب اتلانتا، وفي المركز الخامس دوفان زاباتا لاعب اتلانتا ب 17 هدف. في المركز السادس اندريا بيلوتي لاعب تورينو ب 15 هدف، وايدن جيكو لاعب روما، ويوسيب إليتشيتش لاعب اتلانتا. في المركز السابع دومينيكو براردي لاعب ساسولو ب 13 هدف، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان. وفي المركز الثامن اندريا بيتانيا لاعب سيبال ب 12 هدف، وماركو مانكوسو لاعب ليتشي. وفي المركز التاسع اندرياس كورنيوليوس لاعب بارما ب 11 هدف، واركاديوس ميليك لاعب نابولي، وريبيتش لاعب ميلان، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وجيرمي بوجا لاعب ساسولو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجوله 35 لهذا اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واملك الفيديو، وغدا ترتيب جديد للدوري الايطالي. اشترك في القناه ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.